كان باقي لي 100 ونقطتين، 100 ونقطتين عشان اوصل ليجند. راح ادخل جيم، تفضل تفضل 110 نقاط في الليجند، دخلوني ليجند يا جماعه، شو اسوي هسه؟ انا هكمل حياتي، ولكن في شيء صار. النيه انه كنت اجرب مسدس، مددس الطاحونه بالمددس. اليوم راح نجربه مع بعض، راح ما راح ندخل في اسطوري لانه هنا داخلين اسطوري، راح نجرب في التقييم الاسطوري كاول جيم. يا جماعة تخيلوا جبت نيوك بس عشان جيم، بس بدي ارفع 50 نقطة بس اضمن انه الجيم الجاي ادخل في اسطوري. ف 110 نقاط زي ما شايفين، ما عندي سكن اسطوري. اوف والله عندي سكن اسطوري للسلاح. هو انا دخلت في اسطوري من قبل ولا تهيألي؟ عموما جاهزة. طيب زي ما شايفين جماعة جهزنا مسدس الجي 358 الاسطوري اللي اصلا كنت ناسي انه موجود عندي اساسا. راح ندخل فيه اسطوري؟ لا مش هندخل فيه اسطوري، هنلعب فيه بالتقييم الاسطوري، نشوف اول جيم في التقييم الاسطوري بالمسدس شو راح نطلع، راح نطلع بنتيجة كويسة ولا راح نقضيها نموت؟ فلذلك خلونا ندخل جيم نجرب مساحة مع بعض، ليتس جو. يعني مش عارف نيوك تاون بيش قصرت معكم الجيم الماضي، الجيم الماضي نيوك تاون، هسا مسدس بتدخلني في مبات ابولوس ويعني ايش ايش هذا؟ يا سلام، شوف اللي ضدك، اثنين روزي، يعني مو واحدة اللي تشيبك، اثنتين مددس بيشبه ال بيشبه ال الاناليتور مهارة العميل المسدس. يا رب يكون بنفس الفعالية، يا الله يا الله ما بدي اصير اصيح في الجيم. حتى الايرون سايت متخلف يعني ماشي. شو فايدة الاضاءة هاي؟ هاي الاضاءة شو فايدتها هسه؟ يعني ايش راح تلزمني هذا المربع؟ تلعب بوبجي ما شاء الله، مش هذا كان ماخذ نيرف ولا شو اللي صار؟ هو في حدا زي لما يشوف شخصية روزي بحس انه خلص خسرانين؟ اوكي هي اول ما شلناه طبعا. جماعه معلش هذا المقطع غير مفيد بالمره، يعني انت مسؤول عن اضاعه وقتك. تفضل جيم، ما لي دخل. تمام الحمد لله على كل حال. اول كل على روزي، يعني شيء بيفتح النفس الصراحه. يا بني ادم موت يا الله. هو انا غبي يعني دخل دومينيشن؟ اوف بادي 100 حلو ممتاز. يا سلام والله بدها ايم يا اخوان، بس بدها ايم وللاسف مش عندي. لا اله الا الله يا اخوان، هذا يا بني ادم يعني ارحمنا. طب اسمعوا خلينا نخلص الجيم هيك بالسريع ونجرب الوضع بالفيسبوك. لعله اسال السيرش يا اخوان، يعني ممكن بالسيرش يتحسن الوضع. حلو سرق الكل، ايوه هيك حلو. لا 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 مو انا وهي طيارتهم. اوكي طيارتهم كان شلته باثنين، حرام. أوف. حلو يا اخي، في امل بس لو اشد هيك شوي الامور. يا ابني شو الطياره داخله عندنا؟ خلاص لا تعال لوبي يا مرحبا. بسم الله عليك. لا كنت بعد حرام. في وين المصيبة يا اخوان؟ انا الاول بالجيم يعني. روح سير شعب، روح الله يمغصكم. يا اما الحق اللي فتحت المايك، نشوف اذا بيستاهلوا الاسلحة المطورة اور نو. ايه شفتوا؟ لا تارجتس انسايد. حلو تخيل اعمل ايس اوف خمسينين الاخير. كم ويت تو دبي؟ لا هاي عد امك عالدار يلا بسرعة. اسمع تطبيقكم يا عم، هذا بيطبل بالهندي حلا، لو ما تطبل بالانجليزي والعربي نفهمك شوي. طيب في سنايبر بيكون على الشباك، هل راح امد منه؟ نعم لا سلامي عليك، مش قلت لك روح على الدار ولا لا واحدين ثلاثة لم تضبط معه.
فراغ. راح تموت راح تموت راح تموت. ولك اسمع الحك. كيف؟ الو؟ هو مات ولا؟ دقيقة يا عمي، نص ساعة نفهم يا اخوان ايش اللي صار؟ ما 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 اخي اخر واحد هم شروا بالجيم هسا. ايش في؟ بكفي خسرنا في ال يا سلام عليك. هو ثالث مرة بموت بتهيألي. طيب يبدو اني لازم ابوش يعني خلاص. وصلت مرحلة الاكتفاء الذاتي، تعتمد على حالك في الهجوم. يا اخي هم سكوب ثمانية جهاد يا ابني. هو عشان سلاحك طويل انت فكر سنايبر؟ ايش فقت انت؟ شو شو وضعك جهاد؟ بده تكتب لي كومنت تحكي لي انت شو بتهيالك يعني. خذوا اسلحة مثلك يعني. خذوا احساب اكتيفجن. شو رايكم اطور اسلحة تانية مثلك؟ عاد نفسي اكمل اسلحة المثلك كامل اللي عندي. حلو هو السلاح حلو حلو جدا، بس بده ايش؟ سيطرة. السيطرة وين بتصير؟ بسيرش. بسم الله. عارف لما تتحمم هيك بمي باردة هيك يعني تتوقع تنزل مي دافية من الدش تنزل باردة؟ هذا اللي صار فيها هسا. هنموت بعد. ممتاز عز الطلب. ابي كان ولا جهة؟ لا يا ولد لا مات الله يرحمه. حلو متعب. حلو ثلاثة. ايش ايش في؟ الو الو شباب شباب الحمد لله عرفنا نعوض شوي بالسيرش احسن من الجيم الماضي يا اخوان. مالنا مريض هسه حاليا جسمي كله مشنج. اوف هيد 70 يبيه لو انه قريب طبيه. اوف 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 فرصتك فرصتك متعب فرصتك. دقيقه استجمع قواي الابداعي. موقفي السيء. لا بحياة امك. ماذا لو جبنا اس عليه بالمسدس؟ شاخص تاخذ سناك. يلا يا يا روسي مكبر ظهرك يا. ليه ليه كلهم روس؟ هو هاي اللغة الروسية ولا شو بعمل هذا؟ هذا ميت يا حرام يا اخوان. وينه؟ لا ماما لا 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 اتركت احا في البي. اوكي انا جبنا الجيم اصلا. برافو عليك. طيب نرجع للاسطوري. ها هيك دخلنا الاسطوري صح ولا صح؟ لا لو مش صح لا خلاص دخلنا الاسطوري. اوكي دخول الاسطوري صح ما دخلناه يعني بخساره بس يا ماشي يا حاصل خير. 71 نقطة 71 نقطة بس ليش ما اعطتني اياهم لما اول جيم بدل ما تعطيني 110 نقاط؟ كم كلنا جايبها انا؟ بسم الله يلا اصدمني. يعني يمكن 12 كل مثلا. اوكي 13 كل ممتاز. 13 كل بمسدس و14 بدومينيشن. اه شكرا على المشاهدة. كمان جيم صراحة راح اذوب مكاني لان الحرارة بالاردن 40 تقريبا فبكفي. المهم شكرا على المشاهدة. لا تنسى تكتب كومنت حلو هيك كيوت زيك. انستغرام في الوصف راح تبين عليه. اشوفكم فيديو جاي. سلام.